احنا اليوم موجودين بمدينة جلاء بحملة لدعم الليرة السورية، مثل ما انا شايفين مبين معنا بالكادر، كونوا معنا كل شيء بليرة. اليوم من الساعة 12 للساعة 8 المساء أي غرض بليرة. مشتركة مجموعة من الشركات والفعاليات، منها مواد غذائية، منها ألبسة. خلينا نشوف المشاركين وشو فينا نقدر نشتري اليوم بليرة. يعطيك العافية. انتم مشاركين ضمن الحملة اي قطعة بليرة؟ مشاركين اي مبادرة بتقوم فيها غرفة صناعة دمشق وريفا. نحن رح نكون دائما موجودين معهم وبالصف الاول ان شاء الله. نحن المبادرة هي عم نقدمها للمواطن حتى نحن ندعم الليرة ونشجع المواطن انه ما يفكر ابدا بسعر الصرف او يفكر بالقطع الاجنبي. هلا انا معي ليرة، يعني انا فيني اشتري اي قطعة من عندك؟ في عندك مخمل؟ وفي قمصان؟ القياسات كلها موجودة إذا حدا بده يشتري؟ القياس من 36 ل 56. قمصان في كل القياسات؟ إن شاء الله. حصلنا إياه بكيس؟ هي بليرة. سلم إيديك. يعطيكم العافية. أهلا وسهلا. والأساسي والمشاركة لك هي أهم شيء الليرة. هدفك الأساسي ومشاركتك من هي الحملة دعم الليرة السورية إن شاء الله. خلينا هلأ نشوف العرض اللي عاملينه. العرض اللي عاملينه شو هو؟ نحن اليوم عاملين عرض اي علبة بسكويت قد ما كان حجما، كانت دايجستيف او محشي، بليرة سورية بس. الهدف من المشاركة؟ الهدف من المشاركة اول شيء تقدر كل فئات المجتمع تستفاد وتاخذ من المنتج. بلشت الناس والاولاد يتجمهروا عندكم. يا ميت اهلا وسهلا فيهم. والهدف الثاني نحن يعني عم نحاول قد ما فينا انه نثبت انه نحن موجودين، يعني نحن باقين واقتصادنا بده يرجع مثل ما كان واقوى كمان. رح نشتري بليرة علبة بسكوت. إبراهيم بتحبها سادة ولا شوكولا؟ دايجستيف أو محشي؟ سادة. خلينا ناخد علبة بسكوت. تمام. دايجستيف بالشوفان، هي بسكويت صحية ممتازة. أول شيء فري كالوري وفري شوغر كمان وفيها شوفان. كلك ذوق. هي الليرة. خلينا ناخد هلا بنحطها بكيس. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. شكرا. خلينا هلا نكمل جولتنا بمدينة جلاء. في كثير من الناس كانت مخباية ليرات بالبيت للذكرى، اليوم طلعتها لتشتري فيها. يعطيك العافية. يعطيك العافية. جايب كل ليرات البيت اليوم وجبهم كلهم مخزنون معي، صار لهم فترة منيحة. أنا بقول العالم مخباية الليرات للذكرى، هلا اليوم طالعتها. صارت الليرة هلا الحمد لله رب العالمين قيمتها معها، يعني نحن من يوم يومنا متعودين عليها. طيب خلينا نشوف أنت شو حابب تشتري اليوم؟ معي كثير هلا رح نشوف شو رح. كم ليرة معك مخبيهم؟ تقريبا شي 150. 150 ليرة، خلينا نشوف شو بده يشتري. بدي اشتري بنطلون كتان قياس 38. شو بدك تشتري غير بنطلون؟ بدي اجيب بسكوت شامبو، شوف متطلب شو موجود عندهم. يا ساكستان شو بدك نحكي؟ كان هذا اللون. هذا خلص اوكي حلو. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. هي اشترينا بنطلون، شو بدك تشتري كمان؟ بدي اجيب بسكوت. خلينا نمشي. يعطيك العافية. اي متة او اي علبة متة بليرة؟ تمام بليرة. بدك تشتري متة؟ اكيد بتعطونا بكل هدول؟ بخبيه. خلينا الحاجات اللي بدك اياها. خلينا نحكي الهدف الاساسي من هي المشاركة. هلا نحن طبعا مشاركين كرمال ندعم الليرة السورية، وطبعا إلنا فخر انه ندعم الليرة السورية.
لازم بهالأوضاع هاي كلنا بظروف غلاء الأسعار واللي عم بيصير هلا بالبلد، لازم كلنا نوقف مع بعض إيد واحدة كرمال يعني نكون شوي مع المواطن، كرمال يحس إنه في شيء ملموس بإيديه. هلا بتعرفي أنت الغلاء اللي عم بيصير، فنحن مجموعة كبور دولية حطينا أي علبة خارطة أو بيبوري بليرة والكميات اللي بدكم إياها، فنحن جاهزين ولنا الفخر نشارك بدعم ليرتنا. نشتري الغرض الأخير، شو بدك تشتري كمان؟ علبة بسكوت. خلينا معك ليراتك كتار اليوم. مرحبا، يعطيكم العافية. لسه العرض بليرة اليوم؟ الساعة 8 المساء يعني ما هي؟ من الساعة 12 لل 8. أعطينا علبة بسكوت. هاي الصفرة. نتركك تعمل جولة بين المشاركين بهي الحملة. يعطيك العافية. الله يعافيك. بعد ما تركنا الشاب يكمل جولته بالليرات الكتار اللي معه ليشتري باقي الأغراض، خلينا نختم جولتنا اليوم من هيدا. يعطيك العافية. حضرتكم مشاركين بالحملة؟ اهلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافيه. نحن مشاركين شركه منظفات بمهرجان الدعم الليره السوريه. اي غرض هون بليره؟ اي غرض من كل منتجاتنا هي مساهمه لحتى نكون نحن على قد المسؤوليه لحتى نرجع ليرتنا مثل اول ان شاء الله واحسن. اي غرض هون بليره؟ اهلا وسهلا فيكم. عندي انا مجموعه، انا معطر، انا بغزه، عندي فلاش، كلور، سائج، جميع اصناف الشركه كلها موجوده هون بهذا المهرجان وبليره بس. واهلا وسهلا، يعطيكم العافيه. شكرا. كمان حضرتك مشارك اي غرض بليره؟ نعم تماما، اهلا وسهلا بكم. مشاركين للساعه 8 المساء اليوم ان شاء الله. ان شاء الله. اي غرض؟ اي غرض بليره. هدف المشاركه؟ الهدف المشاركه الدعم الاقتصاد الوطني ومساعده الانسان البسيط على قضاء حوائجه بابسط الاسعار واخف التكاليف عليه. يعطيك العافيه. رح نترك الناس تبلش جولتها بمدينه الجلاء لانه بلش الاقبال الكبير بمهرجان لدعم الليرة السورية، مجموعة من الشركات مساهمة بأي غرض بليرة. اليوم حاولنا نرصد هي الحالة الإنسانية الاجتماعية الجميلة. مستمرين بتغطية هي الحملة. وين ممكن تكون كاميرا الإخبارية السورية؟ خلونا نتابع بالأيام القادمة.